أنا ما رح أقدر استنى أكثر من هيك، وبتخبري جنابهم أنه تقريري رح يكون عندهم بأقرب وقت ممكن. عدي لك كمان شوي يا خانم، هلأ بيوصلوا. مرحبا هلين، مرحبا، ما تواخذيني، دوبني لحقت إجي. بعرفك خطيبي مراد، وجانتي كين ليكو جاي ورانا لهون. وأنا هلأ بالضبط كنت رح أروح، بس منيح كتير إني شفتك اليوم لحتى أقول كل شي بدي أكتبه بتقريري بوشك. تفضلي. فتون خانم، حضرتك بأي عقل ومنطق بتتركي طفل أصلاً هو أمانة عندك مع مربية ما لا يومين مبلشة وبتروحي بتسهري؟ بس نحن منعرفها لميسون. هلأ جانتي كين بيعرفها كتير منيح لميسون ومن فترة طويلة. إيه؟ ما هيك ميسون؟ احكي للموظف. طبعا طبعا، خالتي ناجية صار لها سنين بتشتغل عندهم بالبيت. ايه؟ يعني هاد مبرر برأيكم؟ مبرر منطقي كتير؟ ايه؟ فتون شو هالاستهتار هاد؟ مع انه اول تفتيش لألكم كان سيء، ما حاولتي تحسني شي. معك حق. جانتي كين كمان وصل، نقعد كلنا سوا ومنحكي ماشي؟ بدك ما تواخذيني يا فتون، بس حضرتك ما عندك ولا اي صفة او ميزة بتأهلك لتربايته. لو سمحتي يا خانم، انت لازم تعطيني فرصة لأشرح لك، إذا بتريدي خلينا نحكي شوي. نبات خانم؟ اسماعيل بيك؟ تفضلي يا ابني، وصل نبهات خانوم على بيتها. ما في داعي تعذبوا اسماعيل بيك. معقول يا خانوم؟ بترجاكي معقول اترك حضرتك تتبهدلي بالمواصلات وغيره؟ شكرا، كلك ذوق. العفو. نبهات خانوم، شو رح تكتبي بالتقرير تبعك؟ والله رح اكتب شيء مو منيح، يعني في قلة مسؤولية كبيرة بالموضوع. انا مالي خاطر عندك ولو شوي، خلي تقريرك منيح بخصوص كنتي. ما بقدر، ما فيني ألعب بمستقبل الولد. ليكي نبهات خانوم، أصلاً إذا أنت أخذتي هالولد من هالبنت، وقتها هالولد رح تتدمر حياته وأنت بتعرفي هالشي. وفي شغلة بدي لك ياها، هالبنت كمان يتيمة ومقطوعة من شجرة. احكي قولي لي لشوف مين رح يفهم حالة سمعه أكثر منها. هي كمان ما لها حدا بهالحياة غيره، هالتنين جمعتهم الحياة قاموا تعلقوا ببعضهم. الولد صار مثل ابنها ورفيق درب، والبنت كمان صارت أم لإله، يعني عم تحاول تكون. لساعتها قليلة تخبرها طبعاً، بس رح تتعلم. ولازم تعرفي شغلة مهمة، إنه هالبنت تعبت كتير بحياتها لحتى تقدر توقف على إجريها. مو سهل إنه تكون أم بين يوم وليلة. ما تظلميها، ما تظلميهن نبات خانم، ما تضحي بهاليتيمين. وبعدين سمعه صار حفيدي وحبيته، اتعودت عليه كتير. ما بعرف شو بدي أعمل إذا تركني وراح، وشو بصير فيني إذا ما كان بحياتي. الحق علي أنا، الحق علي أنا، شو إلي شغل بالحفلات والسهرات والرقصات؟ لك أنا شو إلي شغل؟ كان لازم كون مقبورة بالبيت، كنت بعرف إنهم رح يجوا، كان لازم ضل بالبيت. خلصنا فتون، ما تلومي حالك أكتر من هيك. من غير سمع اللي أنا شو بدي ساوي مراد؟ بما أنه هيك الوضع وحضرتك كمان جزء من القصة وعم بتقول عن سمعه حفيدك، أنا كمان رح أكتب تقرير ما أسمح لهم ياخدوه منكم. يسلم هتم نبهات. بس إذا شي يوم بسمع بأي مشكلة رح ألومك أنت. إيه؟ ورح أحملك المسؤولية إلك. إيه؟ ما تاكلي هم أبداً. وإذا تأذت شعرة وحدة من راسه لهداك الولد المسكين رح تلاقيني فوق راسكم. اتفقنا. يا ربي. يا الله، شو صار له ساعة عم بيحكي مع جدي؟ تصبح على خير اسماعيل بيك. نبهات خانم، فيني اتعشى مع حضرتك بكرة بالمكان اللي بدك اياه؟ حابب احكي معك بمواضيع تانية مشان نتعرف على بعضنا أكثر أنا وياكي.
مع الأسف إسماعيل بيك، ما رح يكون صحيح إنه نرجع نلتقي أنا وحضرتك. يعني إذا عرفت الصداقة يلي بيناتنا رح يعتبروني متحيزة بالتقرير تبعي، وهالشي رح يسبب لنا كتير مشاكل. الوداع. نبات. خلصنا أهدي. ها إجا جدي. جدي طمنا شو صار معك؟ فرطت أعصابنا؟ نبهات طلعت ست حنونة وبتفهم. لما شرحت لها الوضع وحكيت لها كل شي عنك تأثرت وقدرت محبتك الكبيرة لسمعه. إيه؟ طولي بالك شوي شبيك، التقرير ما رح يكون سلبي وما رح ياخذوا سمعه منا. لا ترجعي تبكي بنتي. جدي عم تحكي عن جدي كأنك عطيتني الدنيا كلها يا هذا. يخلي لي اياك. لك نحن مو على الفاضي سمينا على اسمك جدي، الله يخلي لنا اياك. حاجي انت يا ولد رح تبكيني. ها خلصنا بقى سكوت. انا بتشكرك من قلبي جدي، شكرا كثير 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 لك. خير جدي؟ كأنك متضايق من شي، شو اللي مضايق؟ يلي مضايقني خليه إلي أنا. بالحياة في أمور بتنتهي قبل ما تبلش. أنا ما رح أنسى لك هالمعروف طول ما أنا عايشة جدو. شكرا. جربني، أنا بعت الشوفير مع ربخات خانم، أنت بدك توصلني على البيت هلأ. على راسي، أكيد بوصلك. وأنا بدي أمشي، تأخر الوقت. لا تروح، بدي إياك. يلا جدي خلينا نمشي. عن جد جدو شو ما حكيت ما بوفيك حقك، شكرا لك. يا بنتي انت كمان ارتاحي لانه اللي صار معك اليوم مو قليل. ميسون تعي معنا بنوصلك بطرينا. ايه ميسون روحي يلا، انت تعبتي اليوم وبكره كمان تاخري ماشي. شكرا لك. ولا يهمك. يلا ابني. الله معكم. الف الحمد لله. يلا امشي ابني امشي. جدي انا اكيد نسيت تليفوني جوا عند فوتون، رح اروح جيبه وارجع. روح بسرعه. الله يعينه. مراد الشي اللي صار اليوم ما كان ذنبي، كنت نازله عن المسرح وفجاه لقيته لجان واقف قدامي. فوتون إذا في شي لسه جواتك تجاه جان، يعني مهما كان بسيط فأنت لازم تخبريني بهالشي. أنا بحبك بجنون فوتون. لا مراد خلص، ما عاد في شي بقلبي تجاه جان، أنا نسيته صدقني. متأكدة؟ ايه. ايه خلص فتون، ما في داعي تعديها مرتين لحتى افهم. ليك مراد الايد تانية كانت كرمال سؤال تاني. ايه موافقة مراد سويكن، انا موافقة وبقبل اني اتزوجك. انتي عم تحكي عن جد؟ ايه هي تالت مرة بأولى. انا كتير تعبت بحياتي مراد، وخلص من اليوم قررت افتح صفحة جديدة. انا وانت وسمعوا معنا
حابة يكون عنا حياة حلوة وسعيدة ونعيش مع بعض. أنا قررت. شبك ابني شو صار لك؟ ما فيني شي جدي. شلون ما فيك شي ليكك معصب ومتضايق؟ خلص قلت لك ما فيني شي جدي، لا بقى تسألني. خير إن شاء الله. صدقيني فوتون كل شي رح يتغير. ما رح تكوني وحيدة. أنا جنبك. أنتي وسامعوا بأمانتي. وينك لهلأ جان؟ ليش عم تسألي؟ لأني كنت عم بستناك لحتى ترجع. وليش لحتى تستنيني؟ مو لازم تكوني نايمة؟ جان ممكن توطي صوتك؟ هلأ بتفيق أهلي وبتزعجهم. بكفي الفكرة اللي أخدوها عنك. ايه وشو هي الفكرة؟ أنا بشو غلطت؟ أنا كل همي سمعوا ومتضايق لأنهم رح يبعدوا عني، فهمتي؟ وانت كل همك بس أهلك والفكرة اللي بدهم ياخدوها عني؟ جان انت اليوم رقصت مع فتون قدام عيوني وما كان همك وجودي. احكي ليش ما عم تجاوب؟ غلطت باللي قلته؟ من اليوم ما ضل في سبب لتغاري من فتون. انت متأكد؟ انت خلتيني كون اسعد انسان بالدنيا فتون. بكرة الصبح رح نبلش حياة جديدة انا وياكي، حياة سعيدة. يلا بشوفك. بشوفك مراد. الله معك. فوتي بلا ما تبردي. طيب ماشي. باي. يلا تصبح على خير. مراد وقف، ارجع تعال. يا الله دخيلك. خد موبايلك نسيته عندي. بس هذا ماله موبايلي. هاد لجان. قلتي لجان؟ هاتي انا بوصل له اياه. الصبح بخلي حدا من الشباب ياخذ له اياه. طيب تصبحي على خير. وانت بخير مراد، مع السلامة. الله معك. يلا باي. سكري. هالمرة ما رح اسمح لك تمشي لو شو ما صار. حبيبتي فتون، تقبلي تتزوجيني؟ شو هذا اللي عم يصير معك فتون؟ لا تمشي ورا قلبك، عقلك هو اللي رح ينفعك. ما بدي شي. لا، كيف بنسى لقاحه لسمعه؟ مثل هيك قصة ممنوع تنسي يا فتون أبدا. هاي الغلطة ما بصير تتكرر. خلي قصص القلب على جنب. بسببهم كنت رح أنسى لقاحه لسمعه. سمعه،
القهوة بهالوقت رح تخليك تقلق. مو مشكلة جان. أهلي بكرة رح يسافروا. يعني ما أجلوا السفرة؟ بدهم يتركوكي لحالك؟ بيرجعوا بس بدي ولد. أمي عندها شغل وما بتقدر تتركه. طبعا عندها شغل وشغل أهم من بنت الحامل. أمي قبل ما تسافر بدها تروح لعند الدكتور لحتى تطمن علي، وأنا حكيته وحددت موعد. ممكن تروح معنا؟ أي بروح معك. آه ناجية، آه آي أنا عموت. آه بكرة رح تستفقدولي كتير. ليكي غراضي أنتي وزعيون. شو هالحكي مديحة خانم؟ ما حدا بيموت من هيك وقعة. لا لا ما بتموت. بعرف ناس كتير انكسر قصهم ورجع قوي أكثر من الأول. ارتاحي، هدول اللي عم يتدربوا، بس أنا صار لي زمان قاطعة. ولولا هذا القزم ناجي ما كان صار فيني هيك. لما وقعتي كل الناس ضحكت عليك. وانت ما شاء الله عليك تركتني عم بتوجع وركدت ورا القزمة من دون ما تسأل علي. تركتني وأنا عم موت لأنك مالك مهتم فيني. آه إذا بموت ما بتنزل لك دمعة. مديحة مديحة يا بنتي، ليكي إذا موجوعة ما عم تتحملي خليني أخذك على المشفى لحتى يفحصوك ويعطوك مسكن. لا عمي يسلموا، خليني عم عيش هذا الوجع واستنى الموت. لأني حابة أموت بهذا البيت، هون بكون مرتاحة. هالبيت هو مملكتي. مثل ما بدك، رح أتركك بحالك لأني ما أري حابب التقي بعزرائيل. إذا لزمك أي شيء اتصلي فيني. يلا تصبحي على خير ناجية. طلبي الإسعاف وخليه يستنى برا. آي ما بتتغيري. خبري البلدية يحضروا الجرافات لحتى يفتحوا الطريق. إذا نزل تلج ما رح تلحقوني على المستشفى. واتصلي بالمحامي. المحامي يا خانم؟ وصيتي لازم اكتبها بسرعة. أنا عموت ناجية. آي عموت الحقوني. آي رايحين ناخذ اللقاح، رايحين ناخذ اللقاح. سمو رح ناخذ اللقاح ونرجع فورا. ليك اصحك تبكي هنيك ماشي؟ لانه انت لما بتبكي بصير لي شي غريب كتير. سمعوا بحس كاني رح اختنق. ماشي وعد. ايو ايه مين هذا الغليظ اللي جاي بهالوقت؟ استناني خالته. اي دخيل. سمعوا حبيبي. فتون موجودة؟ أنا فتون، تفضل. مراد سويكن بعت لك هدول، تفضل يا خانم. شكرا لك. العفو. ليك سمعوا، شوف شوف عمك مراد شو بعت. هي وين بدي حطهم لهدول؟ ما ضل في مكان. ليكي فتون، الشخص اللي بعت لك هذا الورد أنا بعرفه منيح. مين؟ زوجك. زوجي؟ هدول لصاحبة أجمل نظرة بالعالم. يلا حبيبي صار لازم نطلع.
حتى الكولونيا ما فادتني بنوب. مقصوف الرقبة اللي اسمه ناجي وقع فوق يكسر لي عظامي. رح انشل بسببه. أنا عموت. لا ناجي مبينة ولا عمي. ليش أنا خاطرة على بال حدا منهم؟ عموت. إن شاء الله بتنقصف رقبتك ناجي. رح يتسبب موتي المقوص. إذا كنتوا عم تقروا هالوصية فلازم تعرفوا إني متت. إيه من المنطقي إنه تظهر الوصية بعد الوفاة. إيه أنتوا شو بفهمكن؟ أنتوا اقروا بس. كل مالي وجاهي لابني جان، مجوهراتي بتعطوها لكنتي رفيف، وسمعتي الحسنة لعمي إسماعيل، محبتي لناجية، وديوني للمرحوم اللي ما بيتسمى المقوص تحسين، والباقي شغلتكن أنتوا. إيه يعني قصدي تيابي وشالاتي. مديحة قومي اجمعي مجلس الأطباء تبعك وخليهم يرجعوكي للحياة. عندك مستشفيات ومتبهدلة بين الحياة والموت. هيك بدك تروحي على المستشفى مديحة؟ ليش ضل فيني عقل؟ خليني موت وشوفكم من فوق شو بدكم تعملوا من غيري. معقول نكون بمشفى منملكة ونوقف نستنى الدكتور مثل الغرب؟ ما بقى إلا يجي. والله ما عم بفهم ليش تأخر الدكتور كل هالقد. أمي شو اللي ما فهمتي لهلأ؟ بيكون عنده ولادة أو عنده أي شيء، هلأ بيجي. ها وصل يا جماعة. دكتور ناجي تفضل. يا جماعة شرفته، ما تواخذوني أبدا، أنا بعتذر. دكتور ناجي ممكن مرة واحدة تيجي على الوقت؟ اي والله معك حق رفيف خانوم، انا اسف. دكتور ناجي ليش تاخرت؟ اذا عندك شغل تاني بلا ما نعطل حضرتك خلص روح وخلص شغلك، يعني لا تربحنا منية. معقول هالحكي يا جان بيك؟ ما في عندي اهم منكم يا مدام. داخلين بموسم التوليد، في ضغط مدهش، الولادات على ابو جنب. موسم التوليد؟ انا ما عم بفهم عليك. طبعا يا مدام، هلا الامهات والاباء لحتى تكون الولادة على السنة الجديدة ببلشوا بدراسة هذا المشروع قبل بتسعة شهور. معقول؟ اي طبعا معقول لك. دكتور ناجي. نعم. اذا العيادة فاضية خلينا نفوت على المعاينة. يلا تفضلوا. عفوا جانبيك. جانبيك تفضل تفضلوا. صاحبة المشفى هون وما حدا فاضي يهتم فيها. وين بدي صور القفص الصدري؟ مديحة خانم رح نفوت على الغرفة اللي على اليسار. هني صار لك ساعة متمشيني وما كنا نوصل على هاي الغرفة. خلصني. وصلنا لك يا خانم. الله لا يوقع حدا بالمستشفيات حتى لو كان بيملكها. هون غرفة التصوير. اي مدام تفضلي فوتي. يا عمري فضل. سمعوا يا روح خالته، انت وعدتني انك ما تبكي، ما لانه انت لما بتبكي بحس قلبي عم يبكي من جوا. يا روحي باي غرفة رح تلقحوا؟ تفضلي بهي الأوضة. جينا بكير بس إن شاء الله تكون وصلت الدكتورة. مرحبا. انتبهوا على الحركة، البيك مبين وضعه كتير حلو. قلت بيك؟ يعني صبي؟ دكتور ناجي أنا خبرتك إنه ما بدي أعرف جنس المولود لحتى أولاد. ثانية لو سمحتي. لا لا ليكو ما نواضح. يعني بنت. مي؟ البيبي. يا ربي دخيلك. دكتور ناجي ركزوا إلنا شو مع رفيف؟ بعتذر ما فيني خبركن، مريضتي ما بدي يعني اقول. بنتي عيب عليكي، شو هالحركات السخيفة اللي عم تعمليها؟ رفيف خلينا نعرف شو جنس المولود بما انه امك هلا هون. يعني خلص تفضل دكتور ركز منيح، خبرنا شو في معه. يا بيك انا بعتذر بس يعني لا ما فيني اقول. خلصنا بقى، قلت لكم انه ما بدي اعرف جنس البيبي لحتى اولاد، ما بدي اعرفه. ليش ما حدا محترم رايي؟ بنتي ليش هيك عصبتي؟ لانكم ما عم تفهموا علي ابدا. هلا مالي حابه اعرف شو معي. رفيف كبري عقلك، شو في اذا عرفتي يعني؟ دكتور ناجي. نعم يا خانم. الوضع كله طبيعي؟ ايه طبيعي. الجنين وضعه ممتاز؟ ممتاز. اذا هيك انا بدي روح. يا الله لك لوين بدك تروحي؟ بصراحة انا ما فهمت شي من هالفحص. ايه رفيف لو سمحتي ارجعي وخلي الدكتور يكمل فحصه. استاذي عصبية الحمل حالة طبيعية كتير، يعني من هرموناتها، لا تضغطوا عليها. الكل عم يضغط علي وانا خلص مليت. شفت شلون؟ مو بإيدها. عفوا. بنتي شو صار لك؟ شو اللي صار لحتى تضايقتي كل هالقد وعصبتي؟ تركيني امي تركيني. يا رفيف خانم حاولي انك تهدي حالك، العصبيه ممكن تاذي الجنين. حبيب خالته هلا بدك تتوجع؟ بس ما رح تبكي. ايه حبيبي انت بطل. رفيف
أنا عندي شوية شغل بالمشفى، خلص أنتوا سبقوني لأنه ما بعرف إمتى بخلص. نستناكم نروح مع بعض. رفيف ما فيني استنى، بدنا ناخد أبوكي ونطلع على المطار. مزبوط معك حق، معناتها ما رح تودعون؟ خالي نورهان أنا بعتذر منك، توصلوا بالسلامة. ناديلي مرت عمي مو أحسن؟ طيب، وعمو أكرم كمان بقصد حماي سلميلي كتير عليه، لا تنسي. بيوصل حبيبي، أكيد. ليكو ما بدي وصيكم، بدي ديروا بالكن على بعض. طبعا انت لا تاكلي. وسلم لي على مديحة، ما صار لي شوفه قبل ما ساعة. اكيد مرت عمي بيوصل. يلا يلا توصلوا بالسلامة. اي فتون جان، موتني من الرعبة. انت شو عم تساوي هون بالمشفى؟ لك هاي مشفى ابي، انت اللي شو عم بتساوي هون؟ بقصد يعني ليش جاي بسمعوا على المشفى؟ لانه اليوم سمعوا عنده لقاح. طب ليش ما خبرتيني اجي معكم؟ كيف بدي خبرك وخصوصي انه موبايلك مانو معك؟ اذا معك اعطيني يا فتون. لا مانو معي. مع مين؟ مع مراد. مراد؟ ايه هو قال رح يلاقي حدا ويوصل لك يا، بس يمكن ما فضي يبعته مع حدا. فتون كيف بتعطي موبايلي لمراد لحتى يوصل لي يا؟ جان انا ما قدرت خبرك بالموعد لانه موبايلك مانو معك، فهمت علي؟ وإلا أنا بخبرك بكل شيء له علاقة بسمعه. أيمتى العرس؟ عرس شو؟ ما بعرف، لسه ما حددنا الموعد. ليكي هون في عنا رد بسيط بالأضلاع بسبب الوقعة. هالمقوص اللي طوله متر ونص قدر يعمل لي كسر؟ مانو قليل هالسهيان ناجي، ما لازم اسكت له على هالقصة. اي شو هو العلاج دكتور؟ ممكن تلاقي لي حل؟ انا هلا مو حابه اموت. ما رح تموتي طمن يا خانم، بس لازم ترتاحي وتعملي كمادات ثلج. معقول؟ ليش مو معقول؟ الثلج هو علاجي؟ هلا انت عن جد دكتور ومتخرج من الجامعه؟ توقعت تقلي لازمك سفر ونقاها، روحي على جبال القلب وشمي هوا، مو معقول تعاملني كاني مره فقيره وتعالجني بالثلج، مرفوض. بس يا مدام مديحه. فهمنا، انت بعت لي شهاده الطب تبعك باسرع وقت لحتى اشوف من وين اخذها. عامل لي حاله دكتور. انا جبت كل الاغراض مديحه خانوم. نجية مديحة مالا بالبيت؟ أنا دورت بكل مكان وما لقيتها. كانت متسطحة على الكنباية ورح تغفل، رحت جيب غراض ولما رجعت ما لقيتها هون. يا الله دخيلك، لوين بدها تروح بهالوقت؟ إذا كنتوا عم تقروا هالوصية، اسماعيل بيك، اسماعيل بيك الحقني. شوفي مديحة خانم تاركت لنا وصية. عم تقولي وصية؟ ايه هاتي رشوف. إذا كنتوا عم تقروا الوصية لازم تعرفوا أني متت. يا الله. كل مالي وجاهي لأبني جان، مجوهراتي لكنتي رفيف، وسمعتي الحسرة لعم إسماعيل، محبتي لناجية، وديوني للمرحوم اللي ما بيتسمى المقوص تحسين. خدي من إيدي لشوف. معقول تكون عملت شي بحالة؟ لك ما بتعمل شي، بتحب الحياة أكثر مني ومنك. بس إسماعيل بيك ليك شو كاتبة؟ إذا عم تقروا هالوصية فلازم تعرفوا إني متت. بتكون زتت حالة من عشي جسر. لك مديحة ما بتعمل هيك شي بحالة. شو هجنان؟ روقي شوي، رح أحكي معها وشوف لمين راحت. يا ربي ناقصني مشارير أنا. ها الو مديحة، وينك انت يا بنتي؟ وين بدي اكون يعني عمي؟ انا هلا بالمشفى. شو وينك انت بالمشفى؟ معناها اكيد عملت بحالة شي. عمي لا تعمل حالك خايف علي، انا بعرفك. بهالحياة ما ضل عندي شي لأخسره، صار العمر بآخره، يعني ما بقي لي غير كم يوم. لك انت شو عم تخرفي؟ فهميني شو عم تعملي بالمشفى؟ ليك عمي، اجتمع المجلس الطبي كرمالي وقالوا انه وضعي كتير خطير، ما في علاج وبعد فترة رح موت. لا تقوليها مديحة، لا تخوفيني عليكي. ها؟
شو عم يعملوا من دوني؟ مديحة مين هدول؟ العمى 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 ليكون اجي السهيان. ايه رح سكر التليفون عمي، صار عندي شغل مهم. مديحة مديحة بعد عايشة ولا العمر قلنا قلي شو؟ يا الله كل مجانين الدنيا بيطلعوا لي مع بعضهم. خلص اهدي ريح شوفه برجع بخبرك. راحت 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 الست بس شبابها. مدام لا تخافي أبدا لأنه كل الأمور تحت سيطرتي، وضع الجنين كتير ممتاز ورفيف خانم صحتها منيحة وما في داعي للخوف أبدا. طمني على الآخر وارتاحي. تفضلي يا خانم. وأخيرا شقفت مفتاح بدكم ساعتين لتجيبوه؟ أمانة ما تواخذينا يا خانم، نعتذر. رفيف خانم. خلص دكتور ناجي شكرا لك، نحن صار لازم نروح. يلا ارجعوا عيدوها كمان يا خانم. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا المستشفى. لوين ناجي؟ لوين؟ مدوحتي ناجي، شو عم بتخبص من ورا ظهري هون؟ انتو شو عم تعملوا هون من دون ما تعطوني خبر؟ لك انت ولا بتهمني، بس كنتي واما شو عم يعملوا بالمشفى؟ ما عم بفهم يا عصفورتي الحلوة، ما خبروكي بالموضوع؟ لا ناجي، لا بالمستشفى تبعي واقفين معك وعم تفحصوا البيبي ومن ورا ظهري، انا ما رح اسكت ابدا ورح هد المشفى على راسكم. بتهدية بعرف يا عصفورتي، بس خلينا نحكي بمكتبي لأنه الحيطان إلى أدنين. يلا الحقيني. هداك المكتب ملكي ناجي، لا تصدق حالك عم تفهم. امشي لشوف. سمعوا خالتي؟ حبيبي يا روحي انت، رح نخلص بسرعة ماشي، بس يعطوك اللقاح رح نمشي فورا، بس رح نستنى لحتى يلقحوك. هلأ صرنا جاهزين فتون خانم، ممكن تهدي الصبي لأعطيه الإبرة؟ فتون خير شو صار لك؟ أنا منيحة بس لما شفت الإبرة تضايقت شوي. ما تخافي بنوب ما رح يصير له شي. أنت اطلعي انتظرينا برا أنا وسامة. ما بدي أتركه رح ضل. فتون اطلعي لأنه وشك صفر ومبين أنك مرعوبة، يلا اطلعي أنا معه. لو إنه الإبرة إلي ما عندي مشكلة، بس لأنه سمعه رح ياخدها ما عم بتحمل هالشي. لك يا فتون اسمعيني، يلا بقى اطلعي خلي الدكتورة تشوف شغلة، أنا معه لا تخافي ما رح أتركه لسمعه. لا تخافي أبدا فتون خانم، ما رح يصير له أي ماشي. شي يلا. إيه دكتور جانبك مسك له إيده للبيبي لو سمعت. ماشي فتون يلا اطلعي. وهلأ خلصنا. معناتها اجوا لهون لحتى يطمنوا على البيبي قبل ما تسافر نورهان خانم. طيب وأنا ليش ما عندي خبر بجيتون ناجي؟ ممكن تشرح لي هالشي فوراً؟ لا تنسى أنه أنا اللي اخترعت قصة الحمل، ليش عم تتصرفوا كأنه ما إلي علاقة بالموضوع؟ فهمني. دقيقة يا مديحة خانم، ليكي صدقيني ما حدا حس منهم أنه البيبي مو موجود. فيكي تعتمدي علي يا عصفورتي، أنا ما بيطلع مني الحكي بإذن الله. سر حمل رفيف خانم المزيف بأمان طول ما أنا عايش. واثق من اللي عم تقوله ناجي؟ طبعاً يا عصفورتي. ايه منيح. هاي فتون. شو قلتي يا روحي؟ القزمة سمعتنا رحنا فيها. وقف انت. بس فتون 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 فتون. ما عم صدق اللي سمعته. بهدلنا على الآخر. عم صدق. فتون استني فتون، بدي اياكي وقفي. يا شباب ارجعوا لورا، ارجعوا لورا. بعدي عنا يا خانم، ما تعطينا ساعدة، جيبوا النقالة فورا، جيبوا النقالة بسرعة. مدري شو صار لها. يلا يا شباب كأنها غابت عن الوعي. يا شباب بعدوا عنهم. هيك غابت عن الوعي.
حدا ينادي للدكتور يا جماعه. اسمعي منيح، كنتي سابقه يا خانم، كل اللي سمعتيه مانو مزبوط. فتون يا جماعه بعدوا عنا، رح تنسي كل شيء سمعتيه هلا من شوي. والله الضربه على راسك كانت قويه، لو سمحت بعدوا عنا، بعدوا شوي، بعدوا عنا شوي، بعدوا عنا، خلوها تتنفس يا جماعه. بعدوا فتون، امي فتون، فتون انت منيحه؟ ردي علي فتون، ردي فتون، يلا فتون انت منيحه؟ ردي علي. انا منيحه حبيبي. حبيبك؟ وقع بسيطة، لا تشغل بالك، لا تطلع فيني هيك، ساعدني لوقف جان. رح ساعدك. ليش الكل عم يتطلعوا فيني إزني هيك؟ معلومة أبو خلية تأخذ نفس شوي شوي. يسلموا. شكل هالوقعة اللي وقعتها والله كتير قوية، حسيت حالي إني متت وعشت من جديد حياتي. حياتك؟ يا بنتي أنت شو عم تقولي؟ مرت عمي مديحة ضربت فيني، شو ما شفتوها؟ عم تقول مرت عمي مديحة؟ أكيد رح أوقع من طولي، وعن جد هالمرة هدوني. يا جماعة مرت عمي مديحة حاولت تكسر لي عظامي قبل العرس، بس شكله ما طلع بإيدها. قبل العرس؟ إيه؟ أي عرس اللي عم تحكي عنه؟ فتون منتبه شو عم بتقولي؟ شو أنتوا اليوم مجتمعين كلياتكم لتتمقلسوا علي؟ شو مو مصدقين حكي؟ حياتي نحن عرسنا مانو بعد يومين ولا نسيتوا؟ شو بكون؟ يا الله فتون أنت شو عم تخبصي؟ شو هالبيبي الحلو ما شاء الله؟ لمين هاد؟ ليزا كمان قربت تولد، ما ضل شي، عضت كوساية. شو وينهن؟ وين ليزا؟ اجيت معه مع عماد لنطمن على البيبي. راحت. راحت؟ ليزا راحت؟ راح المخ، انتي مخك طار. ايف، شو هذا اللي عم تقولي؟ ما عم بفهم شي بنو.